حلمي العياري، عمري 39 سنة، نسكن في حي هلال، وحلقت 2011، مشيت قعدت 5 سنين في إيطاليا، ما واتنيش الحظ، مشيت باش نجرب في فرنسا، مشيت قعدت عامين في فرنسا، كيف ما الخدمة صعيبة غاديك اللي ما عندوش أوراق ما نجمش يخدم، صبرت ومن بعد خممت باش نروح، روحت قعدت بطل. نعم 5 شهور قعدت بطال، من بعد جاء المشروع لما جاء العمدة قالنا راه فما جماعة باش تعاون واحد يعطيكم فلوس، نجحت الحكاية وعطاوني الفلوس. نخدم شوية معناها عندي الجيران، عندي العباد تعرفني تجي تقريبا، عندي الفامي يقريبا عندي. قعدت شنيا ناقص شوية حاجات. اللي هما في ديكو باش نبرد فيه الماء، خاطر ما عنديش كيما ترى يعني هذا جوست نتاع ياغورت ونتاع جو واحد ما يكفيوش. انا قصتني التين ده معناها خاطر الشمس كيما ترى توا ما نجمش نحل في القايله. عندي الباتين ده معناها نخلص في الباتين ده اللي هي نورمالمون من الاولويات ناخذ الزيت. كل جماعة لما يرحموا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، عطاوني معنا وكانوا عند كلمتهم. كنت بطال وتوا عندي معنا مشروعي والحمد لله نخدم صباح الحمد لله. كلا مين عاشكم السلامة، شاي طيبة.